مرحبا. نيال اللي عنده مرقد عنزي بلبنان هيك بيقول المثل. لبنان الأخضر رح يبطل يكون أخضر لأنه كل ما شفنا شقفة أرض خضراء منعمر عليها بناية لا منفكر ببيئة أو خضار. مزبوط قطاع العقارات مربح بس تأثيره على البيئة كتير سلبي وبالتالي بيأثر على صحة الإنسان لأنه عم بتقل نسبة الأكسجين بالهواء وعم بتزيد نسبة الأمراض. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي معتدل مسيطر على لبنان والحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة ورطوبة عادية، البحر المتوسط الموج وحرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل عم بتسجل 15 بالبقعة 8 على المرتفعات 10 و4 بالقرس. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من تكريت 21، الأشرفية 26 درجة، عبرة 25، أنا 25، جبشيت 21 درجة، مشغلة 22، عنجر 24، وشويغير 25 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتراوح بين 50 و80 بالمية، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتراوح بين 16 و26، والجمعة بين 16 و24 درجة، ونهار السبت بين 16 و24 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. وبنبدأ قدس 27، الكويت 41 درجة، القاهرة 28، وأخيراً مدريد 30 درجة. وهيدا كان طقسنا اليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.